تختتم اليوم فعاليات مهرجان الشرقة للموسيقى العالمية في دورته السادسة، والتي تقدم مجموعة من الحفلات الموسيقية تمثل ثقافات فنية لبلدان مختلفة وبحضور فنانين عالميين مشاركين للمرة الأولى. من العاصمة الفرنسية إلى أقصى الشرق، جالت الأمسية الموسيقية لمهرجان الشارقة للموسيقى العالمية في يومها الثامن قبل الأخير بمخيلة الحضور بين الأغنيات العالمية والموسيقى الحديثة والكلاسيكية. هذا المهرجان جاء بتنظيم من هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بالتعاون مع مركز فرات قدوري للموسيقى. الهدف من هذا التنوع هو الارتقاء بالموسيقى العالمية الذائقة العالمية. الحمد لله قدرنا نستقطب الكثير من الجمهور المحب للموسيقى الآلية الصرفة. مثل ما نعرف عزف البيانو الانفرادي، في كثير ناس تتشوق إلى هذا العزف. هنا في جزيرة العلم عزف الفنان العالمي ريتشارد كليدرمان بأنامله على آلة البيانو ليقدم سلسلة من المقطوعات العالمية التي مزج فيها بين موسيقى البوب والموسيقى الكلاسيكية، ليتحول إلى علامة فارقة عند متذوقي موسيقاه. كما قدمت ضيف الشرف الفرقة الكورية فناً مختلفاً جمع بين الموسيقى التقليدية والحديثة لكسر الحواجز بين الأنماط في هذا الفن. بالنسبة أنه مهرجان يختلف عن المهرجانات لأنه يحاول أن يسير في خط للاستكشاف كذلك ولتذويق الجمهور، ولاحظنا من ذلك، لاحظنا من خلال الجمهور أنه متتبع، أنه متذوق، وهذه خطوة يعني للشارجة أنها تعرف الناس على مثل هذه الفنون. يعني من كم سنة والمهرجان يأتي بفنانين من مختلف دول العالم، مختلف أنواع الفنون وليس فقط الغناء. مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية أقيمت فعالياته في عدة مواقع سياحية مثل القصباء ومسرح المجاز وواجهة المجاز المائية وقلب الشارقة وجزيرة العلم، بهدف تعزيز الحضور الثقافي والفني لإمارة الشارقة وتعريف المجتمع بمختلف الثقافات الموسيقية، فضلاً عن إثراء رصيد الإمارة بعناصر الجذب الثقافية والفنية والسياحية المتنوعة. يأتي هذا المهرجان لتعريف الجمهور بالفن الحديث للموسيقى الكورية بالإضافة إلى المقطوعات الموسيقية العالمية للفنان ريتشارد كليدرمان. لأخبار الدار هدى سالم من جزيرة العلم.